السلام عليكم، يعطيك العافية. في هذا الفيديو راح نحكي عن استخدام الفيو بيجر 2. طبعا كنا حكينا في الوقت السابق عن استخدام او تطبيق من تطبيقات الفراجمنتس، واللي هو استخدام الفيو بيجر مع التاب لي اوت وربطها مع التاب لي اوت. ولكن بعد هيك نزل عندنا نسخة محدثة من الفيو بيجر اللي هو الفيو بيجر 2. طبعا له ادابتر مختلف عن الادابتر اللي كنا نستخدمه مسبقا. والفكره في الفيو بيجر 2 انه التعامل معه بيكون بنفس الطريقه اللي بنتعامل فيها مع الفيو بيجر 1، ولكن باكواد مختلفه وبكلاسز مختلفه. طبعا التعامل معه اسهل وافضل وانظم من التعامل مع الفيو بيجر اللي كنا نتعامل معه مسبقا. طبعا قبل ما نبدا خلينا نفعل الفيو بايندينج في المشروع علشان نريح نفسنا، زي ما حكينا برضو مسبقا من موضوع الانفلات. فبدي اجي افعل خاصيه البيلد فيتشرز واكتب بداخلها فيو بايندينج ترو واعمل سينك ناو. طبعا عشان اعمل initialization للبايندينج زي ما حكينا برضو مسبقا بكتب اسم ملف ال XML activity main وجنبه كلمة binding وبعطيه اسم variable وباجي binding activity main binding dot inflat. طبعا هذا الكلام بعيد وبكرر موجود في فيديو منفصل اللي هو فيديو استخدام البايندينج، وهنا لازم اغير واكتب البايندينج جيت روت علشان اي تطبيق اعمله او اي اكشن او اي ليسنر او اي حدث اعمله على العنصر اللي انا عامل له انفلات من البايندينج يتطبق على اللي اوت. لكن لو خليت الاشي ار دوت لاي اوت او خليت الكود ار دوت لاي اوت دوت اسم اللاي اوت مش راح يستجيب لاي عمليه انا بعملها، لانه انا بكون بتعامل مع لاي اوت او فيو معمول الها انفلات وانا مركب على الشاشه لاي اوت ثانيه ما الها اي علاقه. طيب ممتاز، الان بفوت على ملف الاكس ام ال اللي موجود عندي. بدي اضيف في فيو بيجر، فباجي ببحث عن الفيو بيجر فبلاقي فيو بيجر 2. خلي بالك الفيو بيجر 2 مختلف عن الفيو بيجر 1، والادابتر تبعه مختلف وطريقة ربطه مع التاب لي اوت ايضا مختلفة. التاب لي اوت هي نفسها اللي راح نستخدمها. تمام، وبدي اجي اسحب من هنا تاب لي اوت، مش تيبل لي اوت، لا تاب لي اوت، وارميها على الشاشة وخليني اربطها من اعلى ومن اليمين ومن اليسار، والفيو بيجر اربطه ايضا من اعلى انه يكون اسفل التاب لي اوت، واخلي الارتفاع تبعه راب كونتنت او 0 دي بي اللي هي ماتش كونسترينت. وبدي اشيل الثري تابس اللي موجودين جوا الديفولت تاب لي اوت، وهي اسمها نعطيها اي دي اللي هي الفيو بيجر. ممتاز جدا، اول خطوة اضفنا العناصر على ملف الاكس ام ال. شو تاني خطوة المفروض نعملها؟ المفروض انه انا عندي فراجمنت، واحنا زي ما احنا متفقين قبل هيك في التعامل مع الفيو بيجر، يا جماعة الكلام اللي انا بدي احكيه الان ينطبق تماما على الفيو بيجر السابق. احنا في الفيو بيجر السابق حكينا على موضوع انه الفيو بيجر اساسا وجد عشان انا اضيف بداخله مجموعة من الفراجمنتس واعمل بيجينج بينهم واتنقل بينهم يمين ويسار. الان الكلام السابق اللي انا كنت حكيته زمان في شرح الفيو بيجر تماما ينطبق على الفيو بيجر الحالي، نفس المبدأ ونفس الاستخدام. فانا مش راح اعيد شرح شو الفكرة من الفيو بيجر، لا انا هفوت مباشرة في الفرق ما بين الفيو بيجر القديم والفيو بيجر الجديد. فالكلام اللي شرحناه سابقا مش راح اعيده تاني. فانا بدي انشئ فراجمنت باعتبار انه انت فايت على الفيديوز اللي قبل وفاهم من الفيو بيجر السابق انه ليش اصلا احنا بنستخدم الفيو بيجر. فانا بدي اعمل فراجمنت تكون بلانك فراجمنت، وهي الفراجمنت بدي افترض انها برودكتس فراجمنت، يعني فراجمنت فيها مجموعة من البرودكتس، وانشئ ملف الـ XML الخاص فيها. وزي ما حكينا ايضا في الوقت السابق انه احنا بدنا نستخدم نفس الاكواد اللي موجودة في الفراجمنت بس بدنا نغير عليها. اللي انا بدي اعمله نفس المثال اللي كنت حاكي فيه قبل هيك، انه انا بدي اعمل فراجمنت يوصل الها الكاتيجوري اي دي، وبناء على الكاتيجوري اي دي
تعرض البيانات اللي بدي أدخلها، اللي كلها أساساً هتكون بيانات وهمية. فأنا الآن بدي أجعل المتغير هذا هو عبارة عن متغير بمسمى كاتيجوري. ليش؟ لأنه أنا أساساً عامل الفراجمنت يكون بداخلها ريسايكل ريفيو، والريسايكل ريفيو هاي بدها تعرض بداخلها مجموعة من البرودكتس أو مجموعة من المنتجات، والمنتجات هاي المفروض إنها مخزنة بداتابيز أو مخزنة في فايربيز أو مخزنة في على ويب اي بي اي أو أيا كان. الفكرة إنه في عندي داتا كتيرة، برودكتس كتيرة، البرودكتس كتيرة هاي أنا بدي أصنفها على شكل كاتيجوريز أو تصنيفات. فأنا المفترض بدي أرسل للفراجمنت الأي دي تبع الكاتيجوري أو الاسم تبع الكاتيجوري، وبناء على الاسم أعرض الكاتيجوريز اللي موجودة. طبعا أنا راح أتعامل مع بيانات وهمية بهدف توضيح وشرح فكرة الفيو بيجر 2. فأنا الآن بدي أعتبر إنه عندي متغير اسمه كاتيجوري، وأنا بدي ارسل اسم الكاتيجوري لهي الفراجمنت من برا الفراجمنت، تمام. وزي ما اتفقنا برضو قبل هيك انه النيو انستانس بدي اسميها هنا كاتيجوري، وهيكون انبوت واحد لانه انا بدي ارسل للفراجمنت فقط متغير واحد، والكي هيكون كاتيجوري، والفاليو ايضا راح تكون كاتيجوري. وهنا بدي اروح في الان كرييت احكي له المتغير اللي اسمه كاتيجوري بيساوي القيمة اللي موجودة في البندل اللي اصلا في الارجيومنتس موجودة في الان كرييت فيو. طيب الان هذه شغلة ما كنتش انا حكيها قبل هيك، كيف ممكن اعمل انفلاتبل بايندينج هنا؟ بكل بساطة شديدة زي ما انت كنت تتعامل مع البايندينج في الاكتيفيتي. كيف كنت تتعامل معها؟ اسم اللي اوت فراجمنت برودكت، فبتيجي بتكتب فراجمنت برودكت بايندينج، تكتب اي اسم بدك اياه بيساوي فراجمنت برودكت بايندينج دوت انفلات جيت لي اوت انفلاتر. هذا المدخل الاول، المدخل الثاني الكونتينر اللي موجود هنا كونتينر، المدخل الثالث فولس، تمام. وفي النهايه بتحكي له ريتيرن بايندينج دوت جيت روت. ممتاز، انت هيك عملت انفلات لكل شيء موجود بداخل الفراجمنت. الفراجمنت المفترض على حسب ما احنا فاهمين مسبقا انه المفروض بداخلها ريسايكل ريفيو. الريسايكل ريفيو هاي المفروض بده يكون، هاي بدي اسميها فراجمنت ريسايكل ريفيو، المفروض بدها تكون بتعرض مجموعه من العناصر اللي هي عباره عن منتجات. فانا بدي اشتغل واعتبر الكلام هذا مراجعه لما سبق في الريسايكل ريفيو، بدي اعمل ريسايكل ريفيو بتعرض منتجات. الان احنا زمان نستذكر مع بعضنا لما كنا نتعامل مع الريسايكل ريفيو كان في 5 شغلات اساسيه لازم اعملها عشان اعمل ريسايكل ريفيو. اول شيء انشئ ريسايكل ريفيو في الاكس ام ال، ثاني شيء انشئ الداتا واجهزها، ثالث شيء انشئ الكلاس تبع او البوجو كلاس احنا كنا نسميه، او الموديل كلاس تبع العنصر نفسه او تبع البرودكت نفسه، رابع شيء تصميم الاكس ام ال، خامس شيء الادابتر. فهدول الخمس اشياء الاساسيين اللي لازم يكونوا موجودين مع كل استخدام للريسايكلر فيو.